شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين الإخوان؟ بخير عليكم، كل شيء مزيان كيف العادة، الأحوال بخير، ما كاين مشوش، والحمد لله والشكر لله، ونتمنى نلقاكم في صحة جيدة بإذن الواحد الأحد. اليوم يوم الجمعة، وجمعة مباركة على جميع متتبعين قناة الفرات جمال. جمعة مباركة الخوت، واللي مراد ليه شي حظ يا ربي تشاف هذا هو الشوكي، وهذا هو الشوكي خليته اليوم خارج، راه بان لي بحال الا شويه مهايج محيح عليه. ندخلو بعدا يدخل في حالو. اجي وليدي اجي ندخلوه. دخل 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 مسكين راه مدريسي انت. دخل 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 دخل، ما زيدش معايا الهضره، زيد وليدي زيد. دخل 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 فقط صافي. احضر بيت كدير انا الخوت، بخير عليكم، كل شيء مزيان كيف كنقول، الاحوال بخير، اللي مرض لي شي حد يا ربي تشافي يا ربي، واللي توفى شي حد الله يوليه برحمه الله. والاخ منصور الله يرحمه مسكين، الاخ منصور عندنا هنا في الحومه واحد السيد الله يعمرها دار، حتى البارح كنلقى في الفيسبوك بانه توفى، الله يرحم الاخ منصور وتعازينا وعزاكم واحد الاخوان. هادشي اللي كاين ان شاء الله اليوم، كيف كتلاحظوا الحال مشمس، وسمحوا لنا على الفيديو ديال البارح طولنا فيه كيف قلنا الخوت، اليوم راه الجو مشمس مشمش، راه القضيه زوينه. وتحيه لخويا عبد الله ان شاء الله الى كتاب غدا، غادي نجمع الحمام السبت ونطلقوا الحد. انا الحد عندي مطلق، عاد ندخل مع الجمعيه الى كتاب. وبالنسبه للخوت قبل ما نطلق الحمام ان شاء الله، بلاتي نحيدو نبدلو الصنداله، ها الصنداله الخوتيه هذه ديال العمل، نحطو هذه. هذا راه ما هضر فيه حد، ها هو راه ما عيط لياش، ما عيطش ليا خونا في الله، يعني راه ما عيطش ليا مولاه، نعطيه ياكل تماك تنشوفو نتصرفو فيه. النمره ديالو مشكل تلفات ليا الخوت، هذا هو المشكل، النمره تلفات ليا. بالنسبه للذكور الحمد لله، الاناث اللي كتبان ليا شي حاجه ان شاء الله، هذاك السرجم راه هو غادي نسدوه، لانه لاحظت دوك جوج قوادس كيدخلوا الريح ماشي كيخرجوا الريح، يعني راه يقدر يكون المرضى يمرضوا بالبرد. ان شاء الله غادي ندير لهم ميكات وغادي نسدوهم بالسكوتش ان شاء الله باذن الله. كيف كتلاحظوا الحميمات كيبانوا ليا، كيبانوا ليا مزيانين، الا حمامه واحده اللي كتبان ليا النيف ديالها موسخ. انا شكيت اما التريكومونوز اما الجهاز التنفسيه هذه. اللي فيها ما بيضش يعني راه مريضه، صافي سالات الحفله. اما الجهاز التنفسي اما التريكومونوز. اول حمام كنطلقوه الخوت هو الذكوره، راه دابا راه اوبليتي، راه كاين اللي كيطلق جوج مرات في النهار الذكور، اللهم بارك هما هادو، يعني راه مزيانين معاهم داك الزغلول حتى هو غادي يخرج. حنا غادي نخرجوهم دابا باذن الله. يلا خرج 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 خرج. كيف كتلاحظوا يلا خرج 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 خرج. كيف قلنا القضيه ديال الخروج، كتخرج حمامه بحمامه الخوت ما خداماش. كيف قال لي واحد الاخ، لا علاش حل لهم الباب وخليهم يخرجوا وحده بوحده، وحده بوحده دابا وحده راه داك اللي طاروا دابا راه وصلوا قنداهار. متفقين؟ يلا سير سير خرج 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 خرج. ما مخلوعين انت بلا انا راه مخلوعين. خرج 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 خرج. واكاين شي وحدين بهما بغاو يخرج بهما. خرج 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 خرج. ايدو كيفين الشانة يا بغا شربو غنجري عليه تاهو اليوم. ها هو سمعت بس 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 زيد دخل عندي زيد حتى انت صاحبي سير لهادشي، ويلا تبقى تمرضن عليا خويا سير سير. ها كيف لاحظتوا سمحوا لنا راه خوتي، حيت العوين ما كاينش العوين، يعني كون كان شي حد اللي غادي يشد ليا الكاميرا ما غاديش يكون تصور هكا، غير عذروني الله يرحم الوالدين. سير سير اوليدي سير 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 سير. كش 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 كش. شي حاجه طاحت، سمعت شي حاجه داك تبق سمعتوها، شي حاجه داك طاحت. سير
هادشي واش طار ولا لا. ما علينا الخوت، حنا طلقنا دابا الدكور ان شاء الله. راه واخا غادي يبقى يقول لي راه شوف كل مع تعقلك في راسك تعرف خلاص، راه كل واحد عارف شنو كيدير، كل عارف شنو كيدير. كاين اللي كيدير وما كيبينش البنادم راه كيدير، واللي ندير ما غاديش يقول لك انا شنو كندير. وسمحوا لي البارح حتى تفرج فيديو لي حتى الخوت البارح، والله الا كان فيا النعاس لاني فقت من الفراش، نضت توضيت الفيديو ديال البارح، نضت توضيت طلعت للسطح. علاش بغيت نحضي اول حمامه غادي تجي؟ لان منطلق ديال 120 كيلومتر كاينين جمعيات كيديروه كورس، كاينين جمعيات بحال مثلا في كازا راه 120 كيلومتر كيحسبوها كورس ماشي اونطريمون. حنا راه كنلعبو حتى 180 درجه، 180 كيلومتر كنحسبوها وكنلعبوها اونطريمون اللي هي جديده، كتعطينا 180 كيلومتر كنديروها جديده، يعني كنديروها اونطريمون. بو اميره ولد الحرام، مشي شوف بو اميره، بو اميره ما محامش مع عوا. شوف عوا كي كدير عوا، مادام هاربه عوا شتو الخوت، شوف عوا كي غادا، ها عوا كي غادا شتوها، مادام هاربه كيكون طير. غنقول لكم راني حافظ القوالب ديال هاد الطيور الجارحه وهاد الطيور النورس والتخربيق. ملي كتعلق عوا كتبان لك هربات، يعني راه الطير كيهجم. ها انت واحد الحمامه هي ماشي ديالي، حمامه نحاسيه. ما علينا الذكور، خليكم معنا الذكور. تبارك الله هما جايين الخوت، هما معليين. ردوا البال. هما غادي يوصلوا لحدا داك الريزو غادي يوصلوا حداه. ما بغيتش نزومي نشوفو ما يوصلوا حداه وما يوصلوا حداه. اما وصلوا حداه من الريزو من لهيه، هما غادي الحين بيعت غادي نصمت. تبارك الله غادي بحال الا جاي من الكورس، اما ضربوا الدوره بحال كاين الطير. حيت واحد اللحظه وحلوا ليا لهي شتو ملي كيدوروا معلين كيدوروا تماك، يعني بحال كاين الطير. حيت راه ملي كيكون الطير كيبقاو يدوروا عليه، كيحاولوا ما امكن يعليو عليه. ما علينا، راه هما كيدوروا على واحد الطائر تماك، واش طائر النورس ولا طائر الطير، لا طير ولا طير ولا وحش ولا يسير، راه هما كيدوروا تماك. ما علينا، نخلطوا لهم الماكله ديالهم، خليو الحميمات في خاطرهم ان شاء الله. كيف كنقولوا الى كتاب نهار يوم الاحد ان شاء الله غادي ندير واحد المطيلقي ان شاء الله. امول الذكر وبان عليك لامان، امول الذكر انا كنقولها لك، لان الحاجه كيف كنقولوا والله العظيم حلفت بالله النمره ديالو، النمره ديال السيد اللي تلفات ليا، لان السيد هضر معايا في الواتساب ولاح لي الصوره ديالو في الواتساب والذكره ديالو، تاكدت منه بان الذكره ديالو. ومن بعد راك عارفين غير كيدخلوا غير 10 ديال الاشخاص كيصيفطوا لك النمره ديالو كتهبط لتحت كتلف. ما يمكنلكش انت اي واحد هضر معاك في الواتساب تدخلو بالسميه، لان غير واحد القضيه عاوتاني كنديرها انا، كنفورماطي التليفون كنمسح، يعني الاسماء النوامر ما كيبقاوش عندي كيتمسحوا. هادشي اللي كاين على ود الستوكاج ديال التليفون تيعمر ليا بزاف. دابا راه فيه 18 فاصله شي حاجه، وكنصور الفيديو كتوصل 29. ما علينا، بالنسبه للشعير هو على واش كاين الانتهاء، الشعير ها اللي بقى في الشعير، حنا غادي نخويوه دابا في الخنشه. عاد خاصنا عاود ديبيراتيف، راه خاصنا نجيبوها ان شاء الله الى كتاب ديبيراتيف. هاد الشعير هاد الرويزي الخوت راه زوين، حيت كاين اللي كيقول لك لا حقه البلدي، ما البلدي زعما البلدي فيه الغبره ماشي مشكل، حنا ما نخلطوش مع شي حاجه. على ما كيبان لي انا، حيت ديما الانسان كيشوف شنو اللي كيصدق العقل. الشعير هذا راه بحالو بحال الاخر، حيت هذا ماشي صانعو بنادم، كله من صنع الله عز وجل، هذا من خلق الله عز وجل، حيت هذا من خلق الله عز وجل. راه شعير شنو كاين لداخل؟ بونج. لا راه شعير بحال الرويزي بحال غير هذا، كيقتلوا ليه الراس والاخر تيخليوه تيوحل الحمام. ما علينا، الشعير نديرو شويه ديال القمح، نوريكم التخليطه ديالنا. بلاتي نحيدو هادي، نحيدو هاد الشبكة، هذا الغربال واش كنغربلو. كنديرو شوية ديال القمع، شوية ديال الرز بقشورو، الرز بقشورو باقا تقريبا، جيا شي نص خنشة اللي باقا عندي هنا. خليكم معايا حتى هاد الخنشة هادي، ها الرز بقشورو هو هذا الرز بقشورو، نديروه هنا ونديرو عاوتاني نزيدو بها لخرى جوج بالات، بالا 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 بالا، ها هي جوج بالات. غادي نديرو هنا القمح، هنا هو القمح، هذا القمح هو هذا، حتى هو قرب يتالي القمح الصلب. القمح راه ولا 90 ريال الكيلو، الزرع مزيان ديال الماكله الخوت، حسن من هذا كاع.
شتو بحال هذا حسن منه غليظ زوين 90 ريال الكيلو القمح. نزيد واحد شويه ديال القمح. ها هو القمح الصلب. من بعد غادي نديرو الذره البيضاء. ها هي الخنشه ديال الذره البيضاء حتى هي قريبه تسالي. هادشي 5 كيلو بحال هكاك. ها هي الذره البيضاء. نزيدو واحد شي شويه يبقى لنا الكاردي شويه ديال الزوان ان شاء الله. ها هي زدناها ها شوفوا شويه. من بعد الكاردي ها هو في هاد الخنشه. ها الكاردي راه غني بالزيوت. هذا كيدير الكاردي كيدير 260 ريال الكيلو. هو هذا الكاردي. نزيدو شويه الكاردي ما كاينش الاشكال. الكاردي كيدير 260. شنو بقى لينا؟ بقى لينا الزوان. ها الزوان ها هو ها الخنشه ديال الزوان هي هادي. هادشي راه فيه المصاريف الاخوان. هادشي راه ماشي ما تحقروش ما تزيدوا على الويفي والمودو صافي. وكاينه البشنه. ما عرفتش فين هي الخنشه ديالها. الخنشه ديالها ما عرفتش فين حط البشنه. خليها حتى من بعد ما كاينش الاشكال. يلا الخوت نمشيو نشوفوا دابا الحميمه تيجيوا يدوروا للدار ان شاء الله. وغادي نهبطوهم الى كتاب شنو راه هو دخل نهبطوهم. هذا راه ما بغاش يطير عندنا ما نديرو ليه. دابا النهار اللي بغيناه يطير سير 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 بحالك انت راه وصل القنهار. انا نجري عليه الصحه. يلا خليكم معنا كيف العاده. شويه الماكله هنا الخوت. هذا هو الدريسه. شويه الماكله هنا وشويه الماكله هنا هنا الفوق. بالنسبه للشنابير الخوت هو راه على تبارك الله. الذكور هما جاوا كيف كتلاحظوا الشنابير هو راه على اللهم بارك. على ما كيبان لي غادي يدخل معاهم. ها هو الخوت هو الشنبور. الشنابير الدفيلي. ها هو جاي شتو ها هو غادي بحال الصاروخ تبارك الله. والله العظيم الا بحال الصاروخ. دابا خاص الذكور ينزلوا باش يلصق معاهم. فين هو؟ هو عاد بان لي هنايا. هما الذكور هما نزلوني يمكن. والله تعالى الخوت. الله تعالى بالله العلي العظيم. ها هو شتو اها حتى كنتلاقى مع ما واو. شتو شنابير فين علق؟ قعد قعدني تما المعقول. او يدخل معاهم حتى كندخل معاهم ما هو داير علا مزيان اللهم بارك وزيد في ذاك. ها واو شتو الخوت. كانوا مشاو يجمعوا. هو داروا ليه هما دايرين ليه يا ربي جمعوا. راه غادي لتحت. هما مشاو ليه هما غيجمعوه لا ها واو بوحدو. هو زيد زيد هو معلي عليهم بزاف. هو داير معاهم ها هما جايين ردوا البال هو يدخل معاهم. هو التعزل. هو الشيء. هو في الجنب الخوت الشنايبر تبارك الله. هما الحميمات. هو راهو بوحدو. راه ما غادي نتابعينو. راه ما بغوش يفلتوه. ها هو داير معاهم. ها هو موراهم هو. وتحياتي لخوتنا وحبيبنا في ارض الوطن وخارج ارض الوطن. زيدوا لا تجي باش تلصق معاكم. ها هو شو حتى كندخل معاهم وقولبو مساكن. ها هو مسكين قولبو. يلا الخوت ما نزيدوش نزيدو نتسطاو. راه ما كاينش المشكل الخوت. اه اللي كيتسطى في السطح ديالو ومع الاحباء ديالو ما كاينش المشكل. يلا الخوت خليكم معنا تهبطوا الحميمات. هادو سمع كي كيدقدقوا الماكله. سمع الدقديق ديال الماكله. الحميمه طرا ما عطاو الراس الحين بيعات. و100% على ما اقول ديما الخوت الطير كاين الشاهين كاين لان الحمام الطيره ديالو معلي بزاف وعلى الجوع يعني راه ماشي طبيعيه. راهم ثلاثه علاو معزولين بوحدهم والاخرين الله ما تفهم شي حاجه. يلا خليكم الخوت نعطيهم بعدا ما ياكلوا ان شاء الله. وخليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا. وبالنسبه لليوم راه قررت اليوم شنو راه قاعد راه طار ما عرفتوش فين عطى الراس. راه الحميمات فين قاعدوا راهما وشي وحدين راه معزولين. راه هي بياسه معزوله. هاهي دخلات معاهم. هاهي عاود خرجات. هاهي بياسه معزوله و100% كاين الطيره الخوت. راه الطيران هادي كيدورو على عوا هنا فين كيكون الطير. انا نجبدو ليكم الطير تيكون هنا في هادي تيكون وسط عوا ولد الحرام.
ها الحميمة تاهم شتوما الخوت. يلا نحطوا لهم الماكله ديالهم ونعطيهم اوكسي فيتامين اليوم وخليكم معنا الخوت. واش نبي رجع جمع اللي تبكل واحد الفريق في حي السلام، راه هو ديال شي واحد في حي السلام، واحد الفريق شنابير ديالي ها هو جا، راه بان ليا وهنا كيدور. ها كان معلي تبارك الله واحد العليا، اللهم بارك وزيد في ذلك. بالنسبه للماكله الذكور هما بداو كيدورو هنا على الدار، راه حطيت لهم الماكله كيف العاده فوق الصندوق ليه وفوق سبوتنيك. ها واحد الفريق كبير في حي السلام ديال شي واحد في حي السلام، الحي الاضافي ديال شي فريق ديال شي واحد في حي السلام، الحي الاضافي اللهم بارك. راو راو شوف اللهم بارك. هذا راه طالق يمكن الذكوره ونتاوي الله اعلم، راه تقريبا اكثر من 60 ولا 70 بياسه تماك. حنا ما كنبغوش نطلقوا الذكور والاناث، كنطلقوا كل وحده بوحده، لان عندي انا بعض الاناث ما عمرهم شافوا الذكر كيدير. ومزيان كيف قال واحد البطل، قال لك الاناث عندي دريات، هذا بطل قنيطري قال لك الاناث عندي دريات، يعني باقين بنات. حتى انا الاناث عندي باقين بنات، يعني ما عمرهم تراومو، ونتمنوا يبقاو بحال هكا يبقاو دريات. انا الخوت هما الذكور، الذكور تما راه باقين شباب، تما باقين عرسان، باقين ما تزوجوا ما والو، وان شاء الله ما غادي نبداو نلاقيوهم حتى تكون اصطيح. دابا المشكل عندنا الصوره عالي هنا، الحيوطه عاليين ما يمكنناش نشدوا الحميمات. ها نتوما دخل مشينا دابا. يلا مشينا خلصنا واحد الطريطه ديال الماء ديال الريضال، وقال لك الرئيس هو اللي كيقسم معاك. كانت ديجا واقفه عندنا واحد المكانه ديال الماء، الطير على ما كنظن هو هذاك الله اعلم. حد عول هي هاك حلا كيف قلنا الخوت. مشينا خلصنا بعدا واحد الطريطه، النص قسموا لنا على 6 شهور، خلصنا طريف وجينا وخصني ندوز عند البيطاري، يعني باش نعرف بان الوقت عندي مزير، خصني ندوز عند البيطاري باش ناخذ ديك ستريس ميكست، سميتها ستريس ميكس، يعني القلق ديال ستريس راه كيستعملوها الاطباء، زعما بغيت نقول لكم الموالعه كيستعملوها ديال ستريس ديال الحمام، يعني كتعطي الحمام قبل ما تهز والمطلق باش الحمام ما يتستريساش ليك، فهمتي؟ حيت لا دينوكولي راها صعيبه، واخا تكون فاكسين راه الستريس راه كاين. وتحيه للناس كاع اللي تستريس عليهم الحمام، والله يشافي لهم حميماتهم من هذا المنبر. وما نزيدش نطول عليكم واحد البياسه معزوله. دخل مال هذا الذكر تعزل على خوتو، ياك ما يكون من ديال البارح يكون الموشطاش هذا اللي يمكن على ما كنظن. ها هما الحبيبات والاخر، ها هو شتي، ها هو معزول على خوتو. دخل خل خل هبط هبط. هاكاك نيشان السبوتنيك الخوت، نيشان دخل
خلط. كيف كتلاحظوا الخوت؟ هبوط موفق بإذن الله، الحمد لله والشكر لله. دابا الدكور تقريبا كاملين دخلوا، بقاو جوج هنا وجوج طايرين، اما جوج اللي هابطينهم اما يهبطوا. ها واحد بدعي دخل اوليدي، دخل. ونتمنوا الخير والتيسير وتحيه لخوتنا وحبابنا في ارض الوطن وخارج ارض الوطن، كيف كنقول دائما وابدا. تحيه للاخ جهاد، ومبروك عليك الفاكسان. بعدا كيف قلنا الفاكسان ولا واحد الحاجه مهمه ولينا كنهضروا عليه بزاف، لان شحال من واحد نيت دابا حاليا كيسولوني عليه. كيف قلنا الخوت اللي كيسول على الفاكسان، بالنسبه للفاكسان راه كان يتواجد بمدينه اكادير، كان كيتواجد مدينه اكادير، ودابا راه ما بقاش راه ساله ليه السيد اللي كان عنده، راه ساله ليه. وتحيه لخويا يوسف من اكادير، وتحيه لخويا عزيز هنا ولهيه، والاخوان كاع اللي كتحبنا في الله اننا نحبهم في الله. تحيه لخويا عبد الرحيم. دخل واه اللي ما لقيتو فين تهبطوا ها تماك. يلا دخل الزربه هاك الزربه. لا دخل هاك بقا ندير لهم ان شاء الله بحال هكا بقا ندير لهم. ها هو الذكر اللي جا الاول الخوت، هو هذا هو الذكر اللي كان جاني في 120 كيلومتر، جاني هو الاول، راه جا مع 58 دقيقه. سير اوليدي تاكل التحسير. كيف قلنا الخوت نعطيهم الاوكسي فيتامين، هو اللي غادي نخلط لهم ديال الفروج، الفيتامين ديال الفروج هو اللي غادي نعطيهم. باقي لي واحد شويه خصني نكملو ان شاء الله، بانوا لي بحال الا الدكور شويه ناقصين على ما يبدو، الله اعلم. انا بان لي ناقصين، ومن بعد غنطلقو الاناث. خليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا. بالنسبه للشنبوره باقي ما بانش. بالنسبه للاوكسي فيتامين هي ديال الاخوان، هي هذه اوكسي فيتامين اللي بقات لي، باقي لي منها شويه ما خصنيش نضيعها، غنعطيها لهم دابا يشربوها ان شاء الله. وهي راه كنديرها ديريكتومون في الشرابه، ما كاين لا حرك لا والو، ديريكتومون. غنشد هاد الشرابه ديالي، وتحيه لخويا عبد الله، وتحيه للناس ديال كارنيت. تحية لخويا سمير، وخويا عزيز ديال هنا ولهيه، خويا عزيز فضلي، وخويا منير مخلص. وتحية جميع الناس اللي متبعاني. صافي ونزيدو الماء. انا الخوت داكشي ولا صفر، عطيو الحميمات دابا يشربو. تحيه لكم جميعا الاخوان،
انا الخوت شو سمحوا لنا ديما تنقول راه البنيات عندي تيقرب وما كاينينش الاوكسي فيتامين الخوت هالاوكسي فيتامين الماء والميه الصفراء حنا مراكل الماكله تقريبا كامله حدو ياكل غادي ندخلوهم ونخرجوا الاناث ان شاء الله باذن الله. يلا لا تقطعوا ولا تستقطعوا. خوت حان موعد اذان صلاه العصر حسب توقيت الرباط سلام وما جاورهما دابا الذكور هما كلاو واخا ما كلاوش مزيان راه ما عطيتهمش حتى شبعوا. دخل وليدي دخل بابا دخل ندخلهم ان شاء الله وغادي نطلقوا لكم الاناث. انا خويا ابو عبيد الشتيوا الطوبي ديال كاو البدعاوه كيهشوا تبارك الله كيولا هذا ديال الاخ ابو عبيد الشتيوا الشنيبر الخوت شنبوك شنبوك على ما يبدو لي الشنبوك داز واحد الحمامه جايه الشنيبر واحد الحمامه جايه وشيه هاي هذا دكار كبير دكار كبير الله جاي من فين كالله اعلم. دخلوا 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 وليدي دخل دخل حبيبي دخل دخل حبيبي دخل دخل حبيبي دخل 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 الله يبعد علينا الستريس او الثاني حتى هو كيف قلنا الخوت غادي ناخذوا سير اصاحبي دخلوا كيمرضوني هاد الذكور غنوقفوا الهاتف وندخلهم الله يبعد علينا داك الستريس الخوت وان شاء الله كيف قلنا راه غادي ناخذوا ديك ستريس ناخذوا ديك ستريس ميكس ديال البيطاري وغادي نقسم انا والاخ محمد قلنا غادي نقسم انا والاخ محمد ان شاء الله لان راه هادشي راه صعيب 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 بزاف انك شحال وانت خدام وفي الاخر كيجي دير شي حاجه بسيطه وضرب كلشي في الزيرو راه كتكون شويه صعيبه. حنا ما كنهضروا معاهم والو يخرجوا غير بشويه عليهم اللهم بارك وزيد في ذلك. ان شاء الله نكون غادي للخدمه غادي نمشي ندوز عند البيطاري ناخذها اللي باقي ما تفاكساوش. هادي الشاره ديال طرطقه خضراء كاينين جوج حمامات كاينه هادي وكاينه واحد الحمامه اخرى طوبيه نيت باقي ما تفاكساوش. واحد الحمامه دابا رديت البال واحد الحمامه هاهي هادي باقا ما مفاكسياش الخوت هادي راه فيها طرطقه فوق الباك هادي فيها طرطقه فوق الباك شيا طرطقه خضراء فوق الباك باقا ما تفاكساتش يعني جوج حمامات عندي ما مفاكسينش. زيد يا بابا زيد اوليدي زيد 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 خرج 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 هادي هادي تكون فيها الطايله هادي ان شاء الله غتكون فيها الطايله شوفوا العوينه العوينه هادي غتكون فيها الطايله ان شاء الله شتا شي مظلم عندي ما فهمتش علاش غتكون فيها الطايله ان شاء الله هادي تنقول خاص كلشي يطير خاص كلشي يطير كلشي كلشي طير كلشي طير سير 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 طير اصاحبي طير 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 وسير حفاتي سير خاص كلشي طير الخوت راه الحمام ما خصكش بدا تحن عليه سير اصاحبي طير هاي ليت انت دخل دخل ليا البرميل دخل سير اصاحبي سير الله سير الله الله يتا مرضني الله يتا انا معك بالمرصاد يلا هذا بغى يمرضني هذا وشو قداش شو قداش سير الله بوك تطير حلفت بالله يلا
حنا غادي نوصلو، حنا غنشوفو كاع فين غنوصلو. صافي طارو، انا الخوت، انا الخوت، اللهم بارك وزيد في ذلك. شوف الخوت الحميمه تقولوا اللهم بارك، الله يرحم لكم الوالدين قولوا اللهم بارك. ها ما تبارك الله فين قعدوا، عاد عاد جلول والتليفون كان غادي يطيح. انا الخوت اللهم بارك، ها الاخرين غادي تلاقاو، وما تلاقاو الخوت اما تلاقاو بالربح وبالتيسير. كيف كتلاحظوا الربح والتيسير لينا وليكم ولغيرنا ولجميع المسلمين الزويونين. ها انا اللهم بارك. شوف عوا كي دايره عندنا هنا، محيحه عوا. الطير كاين باذن الله، كاين الطير باذن الله، باذن الله كاين الطير. دابا غنخليو الحميمات يطيروا يشبعوا الطيران ديالهم، ما غنصفر عليهم ما غنعيط لهم ما والو. الشنيبره هما كيحنقزوا حدانا هنايا، الشنابره كيحنقزوا غير هنا كيف كتلاحظوا نيت. ها انتم، ها ها انتم، كيف كنقول لكم ها انتم. هو يهبط، ها ها، شوف فين هبط، شوف فين هبط. واحد عرفتي شنو كان كيقول لنا واحد المولوع سلاوي، قال لك انا هادي كنهضر على الناس اللي فيهم العياقه، الناس اللي فيهم العياقه كيقول لك حمامه كتهبط في لونطير كنجبد كاري كنضرب امها كنقتلها. ها هو هذا هبط في لونطير، انا غادي نضربو دابا بكاري. هانتوما ردوا البال، انا نضربو بكاري، نضرب مو غادي نقتلوها. احشومه هو كاع هبط في لونطير، ما كاينش المشكل. تقولي غادي نضرب مو قتلو، علاش تقتلو؟ كيف كتلاحظوا الحميمات اللهم بارك وزيد في ذلك طايرين. شنو بغات هما واحده وهبط. هذا المعوق، هذا كنسميه المعوق، هذا راه كان تهرس ليا من رجليه، رجلي عوجه تهرس من رجليه وخليته هكاك، راه ما بعتوش. ها الحمامه الثانيه، ها الشنابره هما كيف قلنا هما جايين. الشنابرات هما غادي يهبطوا كاملين، هادو الشنابر الصغار هما دابا غادي يتلاو. واحد راه هبط ليه يمكن، ها مام هاهي بياسه هي هبطات. هادو كيدورو غير على الدار غير هنايا، ما كاينش المشكل. هاهما بعدا ما يمشيوش، غا ما يتلفوش لينا. يلا الخوت نخليكم على هاد النبرات وان شاء الله نخليو تنهبطو. ها هو ستوكاج عمر، عندي ستوكاج الاخوان والله العظيم تكتبها ليا ستوكاج عمر. دابا راه كيصور الفيديو الثاني وغادي نلاقيهم ان شاء الله، وتحياتي لكم. خالد 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 خالد. كيف كتلاحظوا هبوط الزويون الاناث اللهم بارك وزيد في ذلك. خالد 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 خالد. وبالنسبه للشنيبر راه باقي ما بانش. خالد 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 خالد. نيشان نيشان هبطوا لتماك، هايا هاديك نيشان تماك. هذاك اليوم الماكله كيف كتلاحظوا الفوق، هذا هو الدريساج. هاديك نيشان مسكينه، شوف باقيين شحال، جوج ثلاثه الحبات اللي باقي. دخلت 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 دخلت. دابا ندخلوا الخوت نعطيهم ياكلوا. وكيف كتلاحظوا هذا هو الفيديو ديال اليوم ان شاء الله، وغدا باذن الله غادي ناخذ لهم ديك دابا غادي نمشي نجيب هذيك ستريس، سميتها ستريس ديال الجايه ديال ستريس، كتباع عند البيطاري كدير 40 درهم على ما كنظن. نقسمها كيف قلت انا والاخ محمد باش نعطيها لهم غدا، باش غدا ان شاء الله السبت نجمع الحميمات. غدا السبت نجا ان شاء الله غادي، حنا كنهضروا ونديو لهم الماكله ديالهم. غدا السبت ها اللي غادي نعطيهم في الماء هو هذا. السبت ان شاء الله غادي نجمعوا الحميمات باش الحد انا والاخ عبد الله الله يجازيه بخير غنمشيو غادي نطلقوا الحميمات. انا خويا ابو عبيده والطويبي ديال كاوا. يلا الخوت نعطيو الحميمات يقصيو، راه بانوا لي مساكن جيعانين، بانوا لي جيعانين. خل 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 خل
تحية لخويا رضوان الابن ديالو خالد، تحية لخويا خالد والحاج احمد، وتحية الشنابير ريم اورانيم تما والاخ هشام، خويا جهاد، خويا سمير، خويا مصطفى الاص، تحية لخوتنا وحبابنا خويا طه، ما نساوش خويا طه حتى هو من هذا المنبر، والخوت نخليكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا هو الفيديو ديال اليوم ان شاء الله، ونتمنوا الخير والتيسير. وبالنسبه للتريكومونوز راه ما درتش الرابيل، لان درت لهم طريطيتهم على التريكومونوز، ولكن الرابيل ما درتوش، مع العلم هاد الايام اللي داز كان ايام ديال الصهد، كانت الحراره سخونه، يعني راه التريكومونوز كتطلع مع السخونيه. دابا نفكر ندير لهم ان شاء الله واحد 3 ايام اخرى قبل من الكورس باذن الله، باش الحمام يكون مستعد ان شاء الله. يلا الخوت، وسمحوا لنا الا صرات مني شي حاجه استسمح. ان شاء الله دابا غادي نهبط نصلي العصر باذن الله، وغادي نشد الطريق عند البيطارين، ناخذ ديك ستريس ديال الستريس ناخذها ان شاء الله، باش غدا نقدم الحمام. والحمد لله والشكر لله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللي نسيتو اسمح لي، انت نسيتك واسمح لي، منير مخلص ما نسيتكش، وكاع الناس ديال لي كومونتير زوينه. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.